مثل جرائم الأنبياء وأمنهم وأمنهم محمد. بما أن محمد فقد عليك فهي تعقلت ووأن موتك في صلاتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا تمام من المعلمة كما كان الإيمان وهو كلية تتكلم منه الشيخ الحاج محمد الحافظ صار المعلمة بعد هنا من كتبتها وكما جمع من تعملون هو وزهارة بقالة كما عدت الله من وعلى كتابهم ووعلى كتابهم هنا تمام الإسلام هنا بين الكوى هنا سوى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله فقمر منه الشيخ إلواس عالي المشكلة لكنها تكتني وتعالى تألى بسيرها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبدل معنى السيرة أن ترهن كتب أن تتعلق على الحي سورة وأن وترهن كتب من أكثر الكرة هنا تثبت له أكثر الكريمة في الكتب وتثبت له كتب وأن ترهن كتب إستطاع على أي سورة الكرة أما بالحنافي من يمال في زمان الكتابة أما بالحنافي على خير يكون عن تلكوز على خيرها ولا آية يا سكره على نفسها بيانسل الله رب الحساب رضي الله تعالى عنه باع عن نفسها عن الأسرار أنت تعمل تشيئتها يا رسول الله 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 يا رسول يا Thank you.
كما
أقوى الناس من المحبة. أما أهل الترجاح رضي الله تعالى عنه يا شيخ ويكا مثل ما أن المجيء بكاء ليش يمكن يا رجل رحلة هل يمكن يا كي أريد ألا يشيح أن يكون كالكي متون يا كي كتاوى سوف يشيح أن لا يجيب سامي ولا ألا يشيح أبني يا أبني كون كالكتن ونعم بيرنا و يا أبني ونعم سوف يشيح أن لا وإن يا كوى نمتني توعنا شوى سوف يشيح أن لا يشيح يسلم يا سوى قال لنا عندك يشكى سيكا كي ولو أنا بني أكل جميش حالي كما بني سمولا كان يسلم مكشرا مجي سكاني سمولا ونعبين يسلم مكشرا مجي سكاني كبدا من يمين وليس بلا جميل حي نزاك عيدة فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى دون ان يحيك تحيي فيه قومي كم تشوف ان حيك الله يجيب ولا يجعل القيامه يا لو ان حيك هذا هما ولا يحيك ولو ان كون حيك الكلمه ولا تجعل القيامه يجيب لو ان حيك عبد الله يسير كان وجود يرينا ولا حيك الكلمه قومي كم تشوف وانت على اجل حيك سألكما علمت أن يجب أبني كون كككة ونعم ككرينا كبرشي إيكا برشي عبد الله يسر سورو عندك يا شكرا مثالي تبني المعلنة ملاء أشكي سورة النور يرميها وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. يا بني كلمة ما إياه ألا يا بني قوم الإسلام kaka mo da tawo wani kwaje Allah sai an yi kiyau ta ta hanya ta kiyau ta wa kuwa mahalli sai Allah na cewa ko da girma ya kama iyaye ka guda su ko kuma ne daga cikin su girma ya kama su fa la ta kullu ma ufi kaka ce masa ko ka ce ma ubanka tir wa la ta naruma kaka tawa ta mai wa kullu ma kawna kirima amma ka fadi mu magana magana da mutunci magana da girma ka kalli wannan aya ka ga ubangiji mu Allah ya nuna mana a hakkin sorarai cuta wanda suke kasa kasa shi ne ko kai nan maka tauki ko ka ce shir wanda laifi ne ka kai to in Allah ya hana ka wannan ina ka tsaki ko fada da iyayenka to kan shi Allah ya ambaci kanana kanana wanda in ka bar su za ka zama manyan da ke ciki da kake gaba Allah sa mu dai wannan da Allah ya muna umurni da cewa mu tsoro Allah a cikin Al-Qur'ani bigire da dama Allah na cikin da mu tsoro Allah na farko ayar da muka ga ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun نعم وبينما علنا سوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الذي يأمر المؤمنين كتبوا الله سألنا ان ذاكوا يسجد وقولوا قولا سديدا ويسجي سجي مجدسيا سجي المتنسي مغانا لكيرما إن ربي مغانا 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 المتنسي يجي عمدا وقويا هكا نسليه لكم أعمالكم الله يجارى مقاعدكم
ويغفر لكم ذنوبكم يكفر عنكم ذنوبكم قبل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما كان يوم معايا الا صار كذا يا ايها الذين امنوا يا اخوان لكم الايمان وان سيفا 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 هو الا يكرمكم منه سألناكم أشياء اتقوا الله تجيشوا رب الله سألنا عبدت ألا تلقى جبايا يلا لجرمة سنر وقوم القوم السديدة إذا سكى مكانا إيقوا كاري سكى مكانا مكانا مجيزيا معلومة يكسير سألنا مكانا وانا شيني عبدت ألا يطلق تسكاني قتل سألنا عني إذا معلوم بمنطق سنة كده متنوي عن حيوان ناطق ويتبع من مدنة هذا معلوم بمنطق سيجي جرى بطول سيجي عليك لك يا رجل وسكاني بطول بسرورة خلتي شيني مدنة كما هو عندما كان شيني عليك بطول سيجي يا رأيو سكاني شي بسرورة ميتاني شي ساشي أملا كافية شي أيو مدنة ميكو سيجي ياهو مؤمنة كجي سورة أملا إنزا أولي مدنة Ni magana وهو فانا اولا من باك سكين مؤمني ثم باك سكين باك سورة الحمد آية لك سيدة الله كارا وقلت معنا نسيرها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين يا أبو مؤمني كنت سورة الحمد تكسر تير دمتكم الصالحين مع تدسلية إذا ما نتوقع من الله قدر باكاني باكاليا باكالي إذا كنت تسليا لهم فلي إن كنت تسليا هو أنا مسيح يا رب كنبال يا أبو الأمة عن المحمد سراء الله سرتين أشيك إيماني معنى كاتلين كلمون مؤمني سرتين رسولنا عن الله القرآن نزل منا ولا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين على تقويك والا سكي والدي دواسلين الدين كذا نباهم لذا وانت اقلاص بالتالي سنة يهود بالسارة والكفار لكم كافرين نجيه لنا يوم اما واتقوا الله وجسوا روح الله ان كنتم مؤمنين الا يلا كل مؤمنين نكسيا تمسان روح الله لك قال الله تعالى تعالون عم نسيوا سورة الله شرطين او الايمان شكرا با ايماني كوانت في رسول روح الله مالو مجيب بأينا كيرا سورة الله سورة سورة وسورة الله سورة امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأيكلا أمرنين الله يسير ملكا لي كأيكلا واجتناب النواهي سعنا كان يسرتي أمرنين الله يحنك في الظالم أبنينه كان عجيبه مكرما كان أي جيش وما كامل أي كمبنزة والباطل كامل مكام سكاسك مكاجي هو كافية لكن لا هو وما مجرد كان أي كتاكي جيشي وما كان أبنزة الله من حيث يرضى لا من حيث ترضى فإن الله يسوع بعد إن كان متفكي يسوع وهذا تعريفي يأتي كافرين أتكي تعريفها المسلم روح الله سنة سورة الله ونا وفيشي كنا دقوة جمع الله يوم مثال فرقه
kuma yake yi har zuwa ga mutanen karshe kuma wani cike na da annabawan Allah suka rika al'ummarsu kuma wani cike na da sahabbai suka yi ma junansu kuma wani cike na da magabatan kwarai suka yi wa mu 'yan baya. Na farko Allah ya yi wani cika mutane tun duniya gaba ɗaya da tsoron Allah. Ubangijinmu Allah na cewa ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب وإياهم أن اتقوا الله. حقيقة من الله لا يوصل في الجوع لوالا مكبر بالكتاب سورة يهود ونصارى. سألنا أن تقولوا مؤمنين يوم الله لا يوصل في الجوع لوالا أن اتقوا الله كل شيء وقال. هذا أن ما هو الله tsoron Allah shi ne wasancin da suka yi ma al'ummarsu. A kan hakin annabi Nuhu Allah na cewa kasabat qaum Nuhi bil mursalin idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Annabi Hud Allah na faɗa a kan hakinsa kasabat qaum bil mursalin idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Annabi Salah Allah na faɗa a kan hajjisa kasabat Samud bil mursalin idh qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Haka Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam Allah na faɗa a kan hajjisa yana cewa kasabat qaumun Lut bil mursalin idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Allah ya ce mutanen Annabi Nuhu sun karkata da shi lokacin da ya ce musu ala tattaqun me ke hana ku tsoron Allah. Me yasa ba ku tsoron Allah kuna barin abin da kuke yi kuna aikata abin da Allah ya ce ku aikata. Annabi Hud aka yi gaya ma mutane shi. Annabi Salah aka yi gaya ma mutane shi. Annabi Lut kuma shi ma aka yi ce ma mutane shi. كسبت موت للمسلمين إذ قال لهم أخوهم موت على التقوى. ولا جانبي كان نشر الله. سرى الله ولا بلاش نزل أبا فاشي أسرى سورة الله أبا. دو جماعة دكاكا سنة شيء كبا ولا تفيع نام جماعة الحمد لله. Sai alhamdulillah. Sai alhamdulillah. Ya fara ne a cikin sawaya. Ana shiga masallaci bayan masallaci. Wani mamun da ya fara kakanni. A idan da abin da ya kamata ga shi yau da yake abin nan akwai tsoron Allah ciki. Akwai hijiran Allah ciki. Har yau abin nan karuwa yake yi yana bukata. To alama ne da ke nuna cewa wanda tafiya nan akwai nasara ciki. Allah ya tabbatar da nasara. Ba yanda al'umma za su ci nasara ba shi ya ci yin tafiya su nuna a kashe wa wanda. Haka ma jama'a Allah ba zai musu hankali ba zai huce musu nasarar su ba ya sauwaje musu komai ba zai tafiya su nuna a kashe wa wanda shi. Haka ma Allah ba zai turmu da hancin makiyaye wasu jama'a ba sai dai waɗannan jama'an nan su riƙe tsoron Allah su ne sha'anin da suke tafiya shi. Ina tsoron Allah su ne jirgin da mutum kan ne tafiya shi. Wallahi duk wanda ke nuna ma biyayya sai Allah ya turmu da hancin shi a cikin gaza. Ubangijinmu Allah na cewa إن تمسكتم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها سمع الله شيء وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كيف كان يفرح بها؟ ده أشد وسيم مولدي لو كان يفرح أول يا موسى za ka ga ana miti daban-daban yadda za a yi a karya wannan tafiya namu na Mauritania kuma an kaza. Allahu Akbar. Wannan haka na ne saboda abu ne da yake iya kai wannan lokaci
ya zube ka ta abin da kawai tunani ya fari
yace ibtisalul amri ko awamiri wai sinabin nahi ka kwatanta horo da ubangiji yayi ka hanikar tunanin da ubangiji ya hana fi zahiri wal batini kai kene ne yana dukan batin fi zahiri cikin jama'a ne yana dukan duka kana halwa ne yana duka kana cikin mu ne yana duka shi ya ce wai min haisu yarda la min haisu tarda anta inda ubangiji ke so a ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah haka misali an kira sallah zuwa ba ka komi kana kwace bayan tabbashi da ta tashi da sallah ka kama ta umurnin Allah amma yadda kake so kai amma lokacin da aka kira nan ka tashi ka ne ka samu sallah zuwa ka kama ta umurnin Allah a kan yadda ya fashi karshe ya zama da wani aya ya shehu hujja يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا كم تبعي الله كم تشتري المؤمنين كم تشتري الله كم تقولي ما كان أنك تشتري مثالي أنا تهم من يمون وكيكا ومن يكبري أنا من يزيك كريم بسي عيبا توشتري شيكونا في الدنيا وتكينا زاني ونكتري da wannan da zikirin Allah a yi wa afdal zikirin Allah ne lafiya a kowane kiran kai ba lada misali muna kiran wa ba lada amma ko abinda za ka yi za a baka zunubi kana zagi wani ko kana shirin bayan wani za a baka zunubi to shi wani da suka taba su shirin kawo da zikirin Allah ba inda lahi lahi da lahu ya taba tsohowa banna ba shi ba wuri sam kuma addini hujja ne Qur'ani ya ce wa qul hadu burhanakum in kuntum salihin to muna gode wa babban malamin mu Sheikh Adam Munir yanzu malamin da zamu je kan shi shine